لما تكون عامل الواجب وتنسى الكشكول في البيت. يوسف يوسف، هو المستر جه؟ لا ما جاش، تقريبا غاب. يس الحمد لله. بهزر معاك، انا شفته في الطابور تحت. تصدق انك عيل رخم. اوف، ايه مالك خايف كده ليه؟ ما عملتش الواجب يا عم. طب عادي، وفيها ايه يعني؟ عادي ازاي بس؟ اذا كان المستر قال لي مش هيعمل الواجب هتضرب 10 عصر. احسن احسن هتتضرب. انا هقول للمستر بقى ان انت مش عامل الواجب. طب ما انت كمان هتتضرب. لا يا حبيبي، انا عملت الواجب كله معايا هنا في الشنطه. يا ابن الدحيحه. طب عشان خاطر ما تقولوش. لا هقول. السلام عليكم يا اولاد. مستر احمد ما عملش الواجب. يا ندل. يا حبيبي، جهز لي ايدك بقى عشان اخليها تورم من كتر الضرب. سخنها لي بقى عقبال ما يجي دورك. ايدك طلع يوسف الواجب. حاضر يا مستر. اتفضل. وريني. هات 2 فانيليا وواحده بيكنج باودر. ايه ده يا اب؟ اخ يا نهار ازرق، انا شكلي كده نسيت كشكول واجب في البيت وجبت ده مكان. احسن احسن.